إن واقع الصحة بمدينة بشار أصبح في الحديد، فأغلبية المؤسسات الاستشفائية بالولاية تعرف نقصا في الأجهزة الطبية وغياب الكثير من التخصصات. كل هذا دفع بالمريض للتنقل إلى ولايات أخرى ليقصد عيادات خاصة من أجل العلاج. من جي في لي زاناليز يقول لي ما كانش لي زاناليز، من حقه يقول ما كانش لي زاناليز. بصح شوفوا لنا حل، عندنا مسؤولين، عندنا نواب، راحنا شعب، راحنا ضحيه. انا عندي ولد خويا راه ضحيه. باش يوفروا لك الاجهزه الطبيه المنقرضه، سكانير ما كانش، ليرم ما كانش، بعض الاجهزه البسيطه ما كانش، الكليشي ما كانش. القطاع الصحه راه من البارح السيد مقطوع صباعه الى دروك عاد باغي نديروا له العمل، قال لك حتى الوحده ولا الجوج عاد لا شافوا. فانجو راني مع الوالده هنايا، نورمالمون يدوها هي القلب، ما لقينا لا طبيب القلب لا، يقول لك التعيار ما كانش، نخرج دائما نخرج بالتعيار دائما 200 من 400. بين ذلك وذاك يبقى المريض هو الوحيد الذي يدفع فاتورة العجز الذي طالب القطاع الصحي للولاية، فإلى متى يبقى هذا الحال؟ مسؤولية شوف هذا راه في يومين في الارجنس قال لك نشف ما قدوش يبيكوه، خلاوني من 12 تاع الليل وانا حتى ل 8، حتى جات واحد كل واحد يبيكي في الليل ما دارش الدواء. كي مشيت لها الصباح 6 تاع الصباح نوضتها قالت لي ما راحناش روبو، قالت لك هما عنده هنا لا شارج جوج فرمليات على لا شارج، غير نصبحوا صايمين حتى نص النهار ونعاودوا نفطروا. الا راه عندهم شي مشكله هما بيناتهم يحلوها، والا احنا ما نمشيوش ضحيه في جرتهم. واحد جا وداروا العمليه الصباح، داروا العمليه بايتين، داروا العمليه وخرجوا تاع 15 يوم ما استعرفوش بهم كاع. المدير نمشيو له يهرب، الاخر كي نمشيو له يجي معاك البلوك يقول لك سقدنا كل حاجه ما هي كاين. الاطباء من جهتهم يشكون من نقص المعدات مقابل الالاف من المرضى يوميا، مما شكل ضغطا عليهم. حاجه نيسا كانت حقرين طباء، الشعب يضرب طبيب، حقر طبيب، ما عطيناش اهميه. وين مشات قرايته؟ وين مشاو هاد المسؤولين هادو؟ الوزاره راهو يشوفوا غير تحت كرعيهم اخويا، يشوفوا الاطباء ويشوفوا هذه مصلحه الشعب. من بين الاسباب نتاع هذه الوقفه الاحتجاجيه ان هناك اطباء الذين يمارسون عملهم بدون راتب لمده 8 اشهر. لم يتلقوا المنح لمده عام. منح المداومة، منح الترقية لمدة عام. السبب الثاني أنه لم يكن لا توجد هناك مساكن وظيفية، وإن وجدت فهي في أماكن غير مؤمنة. عام وشهر مازال ما خلصش الكارد تاعنا، رانا في عامين لي زافونسمون، درنا كونكور وربحنا الكونكور، طلعنا برانسيبال، لحد الآن مازال ما خلصش لي بريستاسيون تاعنا تاع 2013، من 2013 لحد الآن مازال ما شفنا حتى حاجة. هذا يقول له تعسف اداري، ورانا ضد هذا التعسف الاداري، وهذا نطلب من الوزير شخصيا يتدخل في هذه القضايا، ليرحب الجنوب الكبير يكون عنده اطباء ويكون عنده متخصصين. ميدسان سبيسياليست او نيفو دو لا ولايه دو بشار، اوني بري بور لا بريزون شارج دي مالاد، بور اون ميور بريزون شارج، مي ايسي ا لوبيتال دو 240، اون سو سون فريمون هوميليي، مالتريتي. تو سو كون فو، اون فو نو دروا اي نوتر دينيتي تو سامبلومون. Médecin spécialiste au niveau de la wilaya de Béchar, on y prie pour la prise en charge des malades, pour une meilleure prise en charge. Mais ici à l'hôpital de 240, on se sent vraiment humilié, maltraité. Tout ce qu'on veut, on veut nos droits et notre dignité, tout simplement. فبين الأطباء والإدارة أصبح المرضى يعانون بصمت، والسلطات المختصة تقف وقفة المتفرج على الوضعية.